مشاهدينا في ملفنا الأول والذي يتناول جلسة مجلس النواب التي كان فيها عدد من القضايا، يعني كان هناك مناقشات حول التعديلات الدستورية، كذلك مشاريع القوانين التي أحيلت من الحكومة إلى مجلس النواب، ويعني كان في اختيار للجنة القانونية التي اختيرت بالتزكية. لمزيد من التفاصيل حول ما جرى في مجلس النواب ينضم لنا الأستاذ جهاد المنسي، الكاتب والمحلل السياسي والمختص في الشؤون النيابية. أستاذ جهاد، مساء الخير. مساء النور يا ميتها، أهلا بك. يعني لو تطلعنا في جردة سريعة لما جرى اليوم في مجلس النواب. هي الجلسة الثانية لمجلس النواب، جدول أعمالها كان تحويل قوانين المنظومة السياسية إلى اللجنة المعنية اللي هي اللجنة القانونية، وبالتالي وبعد نقاش مستفيض ومداخلات شارك فيها ما يقرب من 100 نائب، تم تحويل مشروع التعديلات الدستورية ومشروع قانون الانتخاب ومشروع قانون الأحزاب إلى اللجنة القانونية الذي تم انتخابها أيضا بالتزكية من قبل وضمت 11 عضوا. كان من بين الأعضاء الذين تم انتخابهم بالتزكية رئيس مجلس النواب السابق عبد المنعم العدات. هل من دلالات لي يعني شكل اللجنة القانونية واختيارها بالتزكية؟ لا، هو عمليا هي توافق نيابي، يعني توافق نيابي، والنواب واضح تماما من مداخلاتهم اليوم في جلسة مجلس النواب أنهم يقولون التعديلات الدستورية وقوانين قانوني الأحزاب والانتخاب أولوية كبيرة، وتجدر الإشارة على أن النواب قد وافقوا على منح صفة الاستعجال والاستعجال لقانون التعديلات الدستورية والأحزاب والانتخاب، وصفة الاستعجال والأولوية للتعديلات الدستورية، وبالتالي سنشهد خلال الأسبوع المقبل على أبعد تقدير بداية عمل اللجنة القانونية في بإقرار بعض أو مواد التعديلات الدستورية، لأنه لا بد من إقرار تلك المواد حتى يستطيع المجلس البدء بإقرار مواد قانوني الأحزاب والانتخاب. طيب، هي الآن شكلت هذه اللجنة، اللجنة القانونية، كيف بالعادة يعني يتم النظر في مشاريع القوانين التي تحال إليها؟ يعني هي تنسب، تنظر بها، تعدل عليها، ثم تعيدها إلى مجلس النواب. ما هي الآلية التي يتم العمل بها تحديدا؟ هو اليوم كانت القراءة الأولى للقوانين مجلس النواب، وهذا هذا هو النظام الدارج أو حسب الدستور والنظام الداخلي. مجلس الحكومة تحيل القوانين إلى مجلس النواب، مجلس النواب يعتبر غرفة التشريع الأولى. في الجلسات يتم إدراج مشاريع القوانين المحالة على جدول الأعمال، يقرأ النواب بقراءة أولى مستفيضة تلك المشاريع ويصوتون على إحالتها إلى اللجنة المعنية أو ردها مثلا. وهذا ما تم اليوم، تم تحويل القوانين بعد نقاش مستفيض إلى اللجنة القانونية. اللجنة القانونية بدورها ستعقد اجتماع، أعتقد ستعقده غدا أو بعد غد، ستختار رئيسها، وأعتقد أنه سيكون رئيس مجلس النواب السابق عبد المنعم العودات، وستختار المقرر وستبدأ فورا بمطالعة التعديلات الدستورية. اللجنة القانونية أو أي لجنة في مجلس النواب عند مطالعتها لأي مشروع قانون يمكن أن تستدعي أو أن تطلب حضور أي طرف كان، سواء فقهاء دستوريين، سواء أحزاب، سواء نقابات، سواء مؤسسات مجتمع مدني، للاستماع إلى وجهات نظرهم في تلك التعديلات المطروحة، ومن ثم تعقد اللجنة جلسة مغلقة يتم فيها التصويت على التعديلات، إما بالموافقة عليها كما وردت أو بإجراء تعديلات عليها ورفعها إلى مجلس النواب. مجلس النواب في البداية يناقش التعديلات الواردة إليه من اللجنة القانونية، وإذا وافق على التعديلات الواردة عليه يتم الموافقة على القانون بمجمله وتذهب، أو على التعديلات بمجملها، وتذهب هذه التعديلات. وهنا لابد قبل الحديث عن
ذهاب تلك التعديلات لابد من الإشارة على أن الدستور ينص على أن تعديل الدستور بحاجة إلى ثلثي عدد أعضاء المجلس، أي أنه يجب أن يصوت بالموافقة على التعديل 97 نائبا أو 98 نائبا تقريبا حتى يتم حتى يجري هذا التعديل من أصل 130 نائب، وهذا بخلاف التصويت على القوانين، مشاريع القوانين الأخرى مثلا مشاريع القوانين الأخرى بحاجة لموافقة نص الحضور، يعني إذا كان الحضور 70 36 نائب يستطيعوا تمرير القانون، أما الدستور فإنه بحاجة لموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وليس الحضور، أي يعني 98 نائبا. بعد ذلك تذهب التعديلات إلى الغرفة التشريع الثانية اللي هي مجلس الأعياء. قبل ذلك نعم. كم المدة التي تستغرقها يعني عادة؟ ما في مدة. ما في هلا منح الأولوية هي يعني معنى ذلك إنه مجلس النواب يعني المجلس القانون عليها أن لا أتحدث عن سلق القانون بقدر ما هو لأنه هناك تعديلات أخرى مرتبطة في التعديلات الدستورية، وبالتالي مجلس النواب يعرف تماما أنه يتوجب إقرار التعديلات الدستورية قبل الدخول في إقرار أي مواد أخرى. نعم. الوقت لا يوجد وقت محدد للجنة، يعني اللجنة قد يستمر عملها شهر أو يستمر عملها ثلاث أسبوعين مثلا. الأسبوع الأول تخصصه الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، والأسبوع الثاني يتم التصويت على القانون ورفعه إلى مجلس النواب. فحتى يتم النظر في مشاريع القوانين الانتخاب والأحزاب يتطلب ذلك، وبقية طبعا التوصيات من اللجنة الملكية يتطلب ذلك ابتداء النظر في التعديلات الدستورية. نعم. إقرارها من قبل مجلس النواب ومجلس الأعيان وصدورها في الجريدة الرسمية حتى تصبح نافذة. نعم. طيب بعد الآن ذلك يمكن التعامل مع القوانين الأخرى. هذه التعديلات تحدثت وقلت أنها بحاجة لي تقريبا ثلثين من أعضاء مجلس النواب، يعني نحن نتكلم عن 97 نائب. التعديلات الدستورية. نعم. ما كان يعني المزاج العام النيابي اليوم إزاء هذه التعديلات، وخصوصا كما تعلم بأنه الحكومة أضافت بعض القضايا؟ هناك إضافات من قبل الحكومة على ما جاءت به اللجنة الملكية. هذه الإضافات إلى حد كبير كانت هي محور الجدل. حديث أو مداخلات مجلس النواب اليوم. هذه الإضافات تقريبا 4 مواد إضافية أو 5 مواد إضافية، ومنها حق الملك في تعيين بعض المسؤولين مثل المفتي وقاضي القضاء وغيرهما، وأيضا إنشاء مجلس دفاع وطني أمن وطني. نعم. هذه كانت محور النقاشات. هناك من رأى أن التعديلات إيجابية، وهناك من اعتقد أن هذه التعديلات فيها الكثير من منح يعني القفز عن سلطة مجلس الوزراء ومنح هذه السلطة لجلالة الملك، ولأن واعتبر أولئك أن جلالة الملك يجب أن يكون بعيدا عن ما يتعلق بأي مشاحنات معينة. طيب ماذا بشأن الآن، يعني تم اختيار اللجنة القانونية بالتزكية، ماذا بشأن باقي اللجان؟ باقي اللجان بكرة الساعة 1 في جلسة مجلس النواب سيتم انتخاب باقي اللجان الأخرى. تستكمل كافة اللجان؟ بكرة بعتقد إذا ذهبوا للانتخابات لن تستكمل. إذا توافقوا على التزكية، مشت التزكية على لجان أخرى، بعتقد أنها تستكمل. كم عدد اللجان؟ 15. طيب بقية الموضوعات التي تم طرحها في مجلس النواب، كما تعلم اليوم كانت هناك، قالت الحكومة بأنها في ملف الطاقة والماء والكهرباء مع دولة العدو. ما تم الطرح هو مجلس النواب اليوم جدول أعماله كان هي إحالة القوانين وانتخاب اللجان وانتخاب لجنة الرد. هناك من سأل عن هذا الموضوع نائب أعتقد، ولكن لم يكن في هناك إجابة، لأن أصلا هذا غير مدرج على جدول أعمال مجلس النواب اليوم. نعم. الأستاذ جهاد المنسي المختص في الشؤون النيابية والكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. ميت هلا.